وبالتالي احنا نبغوا هذا هيك الكلام بمؤتمرات اللي نقوم بندوات اللي نقوم بنشرات توعية المواطن. الصف الرابع والصف السابع هم اللي عندهم نبذة مختصرة شوي على الحضارة الجرمانية. زي تكون حماية التدخلات والنبش والبرامج هذه بتمشي تورين في الموقع. كيف يتم النبش؟ كيف التحمية؟ كيف أكبر مدوى زي المنظمات اليقين زي الجمعيات الخيرية هذينا لو طلعن للشعبوية طيبة حالية بأن بدأ أشكر رقم هذا الإرث الثقافي. معلش احنا في المحاور اذا عند الجفره معنا تو في الحفره الشق الزهير جفره الجفره استقل لكن انا كنت كان فيها حاجه كبيره وشرطه سياحيه مره على اثار تهريب في إطار الندوة حول سبل حماية الآثار. طبعا كنا احنا في داخل الندوة تو الآن طلعنا ودرنا زيارة عملية للموقع الأثري بمدينة جرمة. من خلال الزيارة وقفنا على الأماكن التي تم النبش فيها وسرقة بعض الآثار من مدينة جرمة الأثرية، والمجموعة تشارك وتشاهد بأم عينها ما حدث في هذه المنطقة. وصلنا لنهاية وخاتمة هذه الحلقة التي شارك فيها عدة أطراف ذات علاقة بحماية الآثار، ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد في الجانب العملي بحيث أن ننطلق إلى الجانب العملي الذي يحقق فعلا حماية الآثار من خلال مؤسساتنا المعتمدة بالدولة.